السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن من ولاية سطيف، احنا من ولاية أمراس، شاركنا في هذا نتاع يناير. درنا النشاطات وراك تشوف، درنا معرض الفضة، والله يبارك استضافونا أحسن ضيافة. والو تبارك الله، الحمد لله يا ربي، والو الناس مضيافين وكرماء، الله يبارك. قلت لما يقعد ديوان لاباس نهو الكونين دغ التظاهرة تاقد نمو ديوان الناير تمازيغ إذا قلت لان ما يدايت ما دغ ولاية سطيف نشكر تنهو لهم فلا استقبلوا نغقل إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله نرجع. العيش كين حطوه يتجمر يزيد، نقولوا به يجي العام عام خير عام صابة، كيما زاد العيش في البرمه يجي عام صابه. كي شغل ايه نديروه في يناير، كي شغل به يجينا العام عام خير عام مليح، العيش يطلع يجينا عام صابه، نحطوا البرواق فوق الديار يجينا كيف كيف، يجينا القمح مبروق يجينا طع مليح كيما البرواق يطلع، نبدلوا التايف نديروا الملح تاع العين في البيبان. عندنا عوايد احنا قال ما مختصه في حوايج، يعني على بالي الشرق كامل قال ما عندها حوايج مختصه به. يناير في قلمة هذه من عادات اجدادنا وتقاليدنا، واحنا جيل بعد جيل، وهذه نهار يناير هذا طيبوا العيش كما قالت لك الاخت، احتفلوا بالعيش. وهذه اللباس اللي راني لابسته انا لباس تقليدي كنت تلبسه يما، وانا تاني لبسته الملاية. ملاية نقول نعم. مازالت موجودة هذه الملاية؟ فيها ايه، كاينين في قال ما ناس كبار ما نحوهاش، مازالوا يلبسوها ايه، مازالوا ما قدروش ينحوها، يقولوا كي نقضي ولا حاجة نديروها تحت الملاية مستورة قضية. ايه تعجبنا نفتخروا بها احنا. تشوف فينا نفط في الطعام. ايوا الطعام هذا نوجدوا فيه الناير ان شاء الله. واش العادات والتقاليد تاع ولايه الجلفه ومنطقه الجلفه في يناير؟ احنا في منطقه ولايه الجلفه معروفين بالطعام، النهار اللي يكون ناير العام، احنا نقولوا العام تاع العرب، نوجدوا الطعام، لازم نفطلوا الطعام، يكون طعام جديد، ما نجيبوش كيما اللي راهم رايحوا يشروا ولا طعام مفتول ومتسوس، لازم نجيبوا السميت ولازم نفطلوا يكون طعام جديد، لازم نفطلوا في ذاك النهار اللي اساس له احنا نديروا كل شيء في هذاك النهار، لازم كل شيء جديد، لا من الحليب نديروا الحليب، نجيبوا الحليب تاع القلم ونجبنوا الحليب نديروا الجبن، الطعام نفتلوه نوجدوه باش نديروه مع اللحم ونديروا البرمة، سبع صوالح في البرمة، خضرة الفول الحمص نحسبوا له سبع صوالح في البرمة تاع المرقة اللي نخدموها للطعام، ونديروا فسطو اللحم ونوجدوه. وكي نوجدوه لازم نديروا ثاني التشيشه، عاد عندنا التشيشه نفلقه ثاني قمح لا كان متسوس نجبدوه نفلقوا التشيشه باش الصباح نتاع العام الجديد الصباح نقولوا نديروا التشيشه ونقسموها، دهنوها بالزبده ونقسموها على الجيران، نديروا البقرير من جرة العشاء، نديروا البقرير نديروا المسمن لاتاي، ويجونا القرايب تاعنا ولا جيراننا قال اليوم راه عندنا العام وراه عندنا فرحه جديده السنه الجديده تاعنا تاع العرب، نعودوا فرحين. البنات كيما راه بنتي كيما كدراري نلبسوهم نشروا لازم حاجه جديده معون جديد في الدار، تكون عندنا فرحه بالعام تاعنا الجديد، هي في الخير ولازم ثاني نوعوا الدراري نوعوا البنات قال هذا العام تاعنا احنا، خاطر كاينين اللي يقول لك نحتفلوا براس العام، احنا هذا راس العام ما سمعناه غير هنا احنا يم اللي خلقنا على دبوياتنا وجدودنا نحتفلوا بالعام تاعنا، هو العام العرب نهار 12 في الشهر العام تاعنا تاع العرب، وعندنا فيه فرحة كبيرة، نظلوا نستناو في هذيك في هذاك الوقت وقت يلحق العام وقت نعومه، حتى العشب لا كانت لار جايبة والعشب نحوم العشب، نخرجوا برا نحوم العشب، قال لقطوا سبع صوالح من كل عشبة نحومنها من نحومنها ورقة، نديروها في البيت ولا نديروها في الدار، ذكرها الدار كانت البيت كانوا يقول لك ألقيها في البيت.
بصح ضروك راهي المسكن والدار. في 12 يناير نديروا التقليدي تاعنا، نديروا نفخوا الشرشم، القمح، القمح، الفول، الحمص بليلتين هكا في قبل يوم انتم في اللي في ليله الناير، نديروا البركوكس تاعنا حشانا بركوكس، نديروا الرقاق بالدجاج والتعمير يوم من ثم من السهره مور الحشا يتعشوا بال يسهروا على لاتاي والكاطو والمخلط، واللي يبغى حاجه زياده ثاني راهي قدامه.